قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. أصدرت جامعة أم القرى بالسعودية اليوم الأربعاء نتائج القبول للترشح في برامج البكالوريوس والدبلوم انتظام للعام الجامعي 1444 هجرية عقب إنهاء المفاضلة الإلكترونية بين الطلبة المتقدمين. وأوضحت الجامعة إن مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444 هجرية بلغ 20,000 طالب وطالبة، ونظرا للإقبال الكبير من المتقدمين على تخصصات جامعة أم القرى النوعية الجديدة، بلغ متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90%، فما فوق 20% من إجمالي المتقدمين. وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي إن الجامعة شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443 هجرية إلى ما نسبته 102%، وذلك نظير زيادة إقبال المتقدمين من النسب العالمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة. وأشار إلى أن الجامعة ستتيح طلبات التقديم على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 12/1/1444 هجرية من خلال موقع الجامعة.